جميع الأطراف الإقليمية والدولية تبدو متفائلة بلقاء الكويت الذي سيجمع ممثلي الحكومة وميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في ثالث جولة ترعاها الأمم المتحدة. لا أحد يعرف بالضبط دوافع التفاؤل والاحتفاء بالذهاب إلى المفاوضات بالرغم من فشل الهدنة الهشة وعدم توقف المواجهات خلال أسبوع الهدنة المفترضة. فعلى الأرض ما زال دم المواطن بشير شحرة الذي اغتالته الميليشيا أمام أسرته في مدينة إبي القديمة ساخنا، وما زالت المدن والقرى أسيرة قبضة الميليشيا وتحت رحمة نيرانها. وبالرغم من وصول عدد من ممثلي الطرفين في المفاوضات إلا أن اللجان التي شكلت لتطبيق الهدنة لم تبدأ عملها بالرغم من اتفاقيات وقعت في عدة جبهات، آخرها الاتفاق الموقع في تعز والذي لم يرى على الأرض النور. الأرضية الأساسية للقاء الكويت يبدو أنها جاءت هذه المرة عبر اتفاق ظهران السعودية الذي تم توقيعه بين الحوثيين والحكومة اليمنية برعاية سعودية، والذي يرى فيه المراقبون دليلاً على أن السعودية حققت أحد أهدافها في الحرب وأن الحوثيين لم يعودوا يمثلون خطراً على الخارج فيما يستمر خطرهم على الداخل اليمني. الحكومة وعلى لسان جميع ممثليها في رأس الهرم مصرون على الذهاب إلى الكويت لمناقشة طريقة تطبيق القرار الأممي 2216، فيما بدأت الميليشيا في الحديث عن ضرورة أن تكون هناك خريطة طريق واضحة للقاء الكويت، وهو ما يعني أن جولة جديدة من الفشل والتباين بدأت قبيل انعقاد اللقاء المزمع. المواقف الدولية المتناقضة والمتباينة هي من توفر للميليشيا وحلفائها غطاء لاستمرار حربها، خصوصا وأن هناك اشتراطات أمريكية وغربية على ضرورة بقاء الميليشيا كطرف أساسي مسيطر على الأجهزة الأمنية والعسكرية ومشاركتها في حكومة تضم جميع الأطراف. التقديرات المتفاوتة تكشف عن الانقسام الدولي تجاه اليمن واستمرار استخدامه كأداة للصراع وتصفية الحسابات الدولية. السلام يحتاج لقدمين متساويتين، فلا يمكن بناء السلام في ظل استمرار الحرب واستخدام دماء الأبرياء والمدنيين كسلم يفضي إلى سقف التسويات المتدني. يبقى الدور غير الواضح للوسيط الأممي من كل ما يحدث في الميدان وعدم وجود موقف دولي يهدف لإنهاء النزاع بشكل كلي وليس ترحيله لفترة قادمة بعد السماح للقتلة بالإفلات من العقاب.